رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. في هذه الحلقة سأتشرف بالحديث مع فضيلة الشيخين الفاضلين نحسبهما والله حسيبهما، فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي وفضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله العوشن. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن ينفع بهذه الحلقات قائلها وسامعها وكل من قال آمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المباركون، أيها الأخوات المباركات، في الحلقة الماضية انتهينا من الدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد وما حصل في أحد من قصص وروائع إيمانية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف انتهت غزوة أحد، وكيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف كان إيمان الصحابة واستجابتهم لله ورسوله إذ أنزل الله جل وعلا آيات تتلى إلى يوم القيامة في استجابتهم حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى حمراء الأسد. وحقيقة أن يعني ترمومتر الإيمان قد ارتفع عند كثير ممن يعني قرأ هذه الأحداث وعايش هذه الأحداث، إن لم يعايشها بنفسه فقد عايشها بروحه وعقله وقراءته واستشعاره لها. اليوم سنتحدث ما بعد أحد. هناك أحداث حصلت بعد غزوة أحد، طبعا لا نستطيع أن نأتي على السيرة كلها حدثا حدثا، ولكننا نتنقل في بستان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نقتطف زهرة تلو أخرى لنستفيد منها ونرى كيف نستطيع أن نطبق ما نستطيع أن نطبقه من هذه الأحداث في حياتنا. فضيلة الشيخ محمد العوشن، أسأل الله جل وعلا لك التوفيق والسداد. هناك أحداث حدثت بعد غزوة أحد في السيرة وذكرها أهل السير، وددنا أن تعطينا من أبرز الأحداث المشهورة التي حدثت بعد غزوة أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكانت الأحداث في السنة الثالثة والرابعة حافلة جدا بالمآسي إن صح أن نقول على المسلمين. فبعد غزوة أحد التي كانت في السنة الثالثة في شوال، أعقبها خلال ستة أشهر حادثتان عظيمتان فجع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمقتل ما يزيد على 70 صحابيا آخرين غير الذين قد قتلوا في أحد، نحو 80 صحابيا، 10 قتلوا في الحادثة التي سنذكرها حادثة ماء الرجيع، و70 قتلوا في الحادثة الشهيرة التي بعدها حادثة بئر معونة، فزاد إلى الألم ألما. نعم، ولهذا 150 صحابي خلال 6 أشهر، فاجعة عظيمة جدا لم تمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أصل كم؟ ما نستطيع أن نحصي، لكن يعني إذا قلنا أن عدد المسلمين في أحد كانوا 1000 مع المنافقين، وفي الخندق الخندق مع طبعا نساء وأطفال، ربما كان هذا العدد 150، ربما يشكل أكثر من العشر، أكثر من العشر قطعا من عدد المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. حادثة ماء الرجيع وقعت في شهر صفر في السنة الرابعة من الهجرة، لما جاء قوم من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن فيهم إسلاما، وطلبوا أن يبعث ماء إليهم من أصحابه من يفقههم في الدين ويعلمهم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ينتهز مثل هذه الفرص،
هو يذهب إليها بأصحابه ليبحث عن من يفقههم في الدين، فكيف وقد جاءته الفرصة ليرسل من أصحابه من يفقه هؤلاء في الدين؟ هم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وإن في نحن الإسلام أسلمنا نعم ونريد يعني من يفقه من الإسلام. نعم، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه كما في رواية البخاري. والقاعد عند أهل العلم أنه إذا ورد في البخاري في الصحيح شيء، في البخاري أو في مسلم وفي كتب السير عند ابن إسحاق أو غيره ما يخالف، فما في السير فما في الصحيح بلا شك مقدم. عند ابن إسحاق أنهم كانوا 6 نفر، وصحيح ما في البخاري أنهم كانوا 10 من الصحابة رضي الله عنهم، منهم كما سيأتينا الصحابي الجليل خبيب بن عدي وعاصم بن ثابت بن أبي أقلح وزيد بن دثنة وغيرهم رضي الله عنهم. سار هؤلاء 10، فلما كانوا في موضع يقال له الرجيع بين رابغ وجدة معروفتان الآن، استصرخ عليهم، يعني بدأ بعض الذين كانوا أرادوا بهؤلاء شرا يستصرخون عليهم حيا من أحياء العرب يقال لهم بنو لحيان. فجاء هؤلاء وكانوا مهرة رامين، مهرة في الرمي، فجاءوا ما يقرب كما في البخاري من 100 رامٍ. ففر هؤلاء 10 رضي الله عنهم، ما لهم قبل بمئة رامٍ، وهم ما جاءوا مسلحين ولا جاءوا القتال. يعني الأعراب ذهبوا واستنجدوا بأناس من بني لحيان. هي ليست استنجاد وإنما هي غدر، استصرخوهم هلموا اقتلوهم، يعني اقتلوهم يعني غدر، تبين الأمر كان غدرا. ففر هؤلاء 10 رضي الله عنهم إلى فدفد كما في البخاري، يعني إلى ربية مرتفع. مشرفة مرتفع على هضبة، وهؤلاء 100 وكلهم معهم سهام والقسي، وهؤلاء ليسوا معهم شيء، مساكين رضي الله عنهم وارضاهم، أراد الله لهم خير. فبدأ هؤلاء يرمونهم، أولا طالبوا منهم النزول وقالوا أنتم في مأمن منا، وين مأمن؟ ما ظاهركم الآن الأمان وأنتم مسلحين لآخر، عين الخيانة. أي نعم، فرفضوا. فبدأوا يرمونهم حتى سقط 7 منهم رضي الله عنهم، لم يبقى إلا 3. فكروا عليهم قالوا لكم الأمان، 3 رأوا أن المسألة الآن يعني ما فيها إلا الموت أو الاستسلام، فقالوا تعطونا عهد الله وميثاقه أن لا تغدروا بنا؟ قالوا نعم. فلما نزل 3 زيد بن الدثنة وعاصم وخبيب بن عدي، عاصم كان قد استشهد رضي الله عنه، عاصم كان هو أميرهم، عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وكان رضي الله عنه قد دعا وقال اللهم لا تمكن كافرا من جسدي، لما أرادوا أن يسلموا أنفسهم رفض وقال والله لا أمكن كافرا من جسدي أبدا، اللهم لا تمكن جسدي من كافر حيا ولا ميتا، وتحققت دعوة رضي الله عنه كما سيأتينا بعد قليل. الشاهد لم يبقى إلا خبيب كما في البخاري وزيد بن دثنة ورجل ثالث لم يسمى في البخاري، جاء في رواية ابن إسحاق أنه رجل اسمه عبد الله بن طارق رضي الله عنه جميعا. فبدأوا يربطونهم بتقييدهم، فلما بدأوا بتقييدهم قال الرجل الثالث اللي هو عبد الله بن طارق قال هذا أول الغدر، الآن أعطيتهم الأمان وبديتوا تربطونا معناته ما في أمان، أنتم غدرتم بنا من البداية. فقاومهم وأبى أن ينقاد لهم، فحاولوا فلما استعصى عليهم قتلوه رضي الله عنه، لم يبقى إلا هذان الرجلان زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي. أما خبيب فقد علم به بعض أهل قريش، وكان خبيبا قد قتل بعض كبرائهم يوم بدر، فاشتروه حتى يقتلوه بمن قتل من كبرائهم يوم بدر. وأما عاصم فخرجوا به، وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فخرجوا به وقتلوه. خبيب كما في البخاري حصلت له أكثر من كرامة رضي الله عنه، حبس في بيت عند جارية عند امرأة من نساء قريش، وهيئوا وأعدوا يوما أنهم سيقتلوه فيه. فرضي الله عنه لما أعلم أنه سيقتل قال للمرأة إن كان عندك موس أريد أن أستحد، رضي الله عنه يريد أن يتهيأ للقاء ربه، أن يتنظف من مما هو مأمور به من إزالة الشعر. فوافقت المرأة وأعطته الموس وغفلت، فإذا بابن لها قد دخل عند خبيب، ابن طفل صغير ما يدري عنه ما هي القصة، فإذا هو على رجل خبيب والموس في يده. انظر إلى سمو خلق المسلم، ما قال لها مقايضة شوفي الموس الآن في يدي وطفلك معي، اطلقوني ولا قتلته، إما تخرجيني وإلا قتلته. فلما رأت طفلها فزعت، جاءت وهكذا فجأة ورأت طفلها والموس في يد خبيب فزعت، فعرف خبيب ما في وجهها من الفزع
وقال تخشين أن أصيبك بسوء؟ لا والله. فترك الطفل حتى تطمئن أمه، أخرج رضي الله عنه ليقتل أكرم أسير، أخرجوه كما في البخاري إلى التنعيم إلى الحل حتى لا يقتلوا في الحرم. فاستأذنهم قال إن شئتم أن تأذنوا لي أن أصلي ركعتين، قالوا نعم، فكان أول من سن ركعتين عند القتل. والبخاري بوب عليه في صحيح رحمه تعالى قال باب من صلى ركعتين عند القتل فصارت سنة. بس وين اللي يستحضرها؟ الله المستعان، عند القتل يثبت الله الذين آمنوا، قطاش أي نعم قطاش عقله. فصلى ركعتين ثم لما فرق قال والله لولا أن تظنوا النبي جزعا من الموت لا طولت، لا أطلت في صلاتي. يقول أنا ودي أطول بس خفت أنكم تظنون أن أطول عشان الموت، بس أنا يعني تجوزوا فيه. ثم دعا عليهم بدعوة، وكانوا يعلمون وهم خارج الحرم الآن لكن يعلمون أنه دعوة مظلوم. اللهم أحصهم، قال ولست أبالي، نعم قال أولا بيتين من الشعر، لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم أعطاهم الدعوة الصارخة التي أصابتهم جميعا، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، بددا يعني متفرقين، ولا تغادر منهم أحدا. وتحقق الدعوة رضي الله عنه. ثم قدم وضربت عنقه. المرأة التي كان أسيرا عندها قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد رأيته وفي يده قطفا من عنب، وما بمكة كلها عنب. الله، كل مكة ما كان في عنب، كان مع خبيب يأكل. وهذا في البخاري نفس القصة، قصة بطولها كلها في البخاري، ولهذا أدرجها أهل العلم في كرامات الأولياء. مثل ما في قصة كلما دخل عليه زكريا المحراب على مريم وجد عنده رزق، ما فيه، لكن خبيب أيضا كان الله جل وعلا يرزقه من هذا العنب ويأكل منه، والمرأة ترى قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا منه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الحادثة عرفت باسم حادث آخر جزئية عاصم بن ثابت الذي كان أميرهم، قال اللهم لم تمكن، لما قتل أرسل بعض أهل مكة لبمن يأتي بجثته وهو ميت لكن يريد أن يشوهوها، فأرسل الله عليه ظلة من الدبر، الدبر الزنابير، وقيل هي ذكور النحل، الدبابير هذه جمع دبور، تحميه رضي الله عنه. حاولوا أن ينالوا يأخذوا الجثة من هنا يأتوا من هنا، فلم يستطيعوا الوصول لها مطلقا، فتحققت دعوة رضي الله عنه، فحماه الله جل وعلا حيا وميتا من أن تنال جثته رجل كافر. وهذه في البخاري أيضا، ولهذا مما يجعل من الألغاز بين الناس يقال من هو حمي الدبر، من الذي حمته الدبابير؟ هو عاصم بن ثابت رضي الله عنه ابن أبي الأقلح. جزاك الله خير، ما شاء الله امتعتنا بهذه القصة، وحزننا حقيقة على ما حصل على لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو عبد العزيز، الله جل وعلا يكرم أولياءه. في هذه القصة فوائد كثيرة جدا، سواء من موقف المؤمن من الابتلاء ومتى يمكن الإنسان، أو حتى لو تحدثنا عن مسألة الغدر وسوء عاقبة الغدر، وكيف يكون المؤمن كيس فطن ألا يغدر به بمثل هذا، وأيضا من عن بعض كرامات الأولياء والموقف من الكرامات، أشياء كثيرة حقيقة الواحد يريد أن يقف عندها كلها. لعلك تعطينا طرف السيرة من هذه الأمور. السيرة كلها عبر، السيرة كلها عبر، وأصل برنامجنا فيما اتفقنا عليه وتعاهدنا عليه وتعاقدنا عليه، وتذكرون مجالسنا في ذلك، أن اتفقنا وتعاقدنا أن نقرب السيرة لواقعنا الذي نحن نعيشه. ولذلك تجدني أصر كثيرا على أن الفوائد عندي، على أن القفشات التربوية، على أن المستخلصات، لأمر مهم أن نحتاج تطبيق ميداني في السيرة. أما أن نقرأها قصص ونتلوها قصص يعني نسجي فيها وقت ونستحضر فيها أشياء لكن لا تؤثر في حياتنا. أول قضية قبل هذه حبيبي الكريم والشيخ الفاضل، فضل العلم الشرعي وفضل الدعوة إلى الله، فضل تعليم الكتاب، فضل تعليم السنة، الرغبة في المبادرة لذلك. انظر بعد أن عادوا من ما حصل في أحد، وبعد حمراء الأسد، وبعد الأجسام المكلومة والأنفس يعني التي قد أصابها شيء من التعب والأرق، بعد ذلك يأتي وفد من الأعراب يطلبون من يعلمهم، فينتدب عشرة عليه الصلاة والسلام يذهبون للتعليم، وسيأتي ما حصل أيضا في بئر معونة ونحو ذلك، فينطلقون العشرة مباشرة. الفكرة ليست عندهم قضية أن ممكن يقاتلوننا ابتداء، لكنهم ممكن ندعوهم، فغلبوا أحيانا في مصلحة مفسدة،
فتظهر ظاهر المصلحة بينة، وهو أنهم في الظاهر مسلمين فلهم العهد والأمان، وأنهم يحتاجون من يعلمهم، فلهم انتهى الأمر يعني نخرج معهم ونعلمهم. اختار العشرة عليه الصلاة والسلام فخرجوا. هذا في بيان مبادرة الداعي إلى الله جل وعز إلى كل فرصة يهتبلها يقدم فيها خير. ولذا قال لي أحد العلماء الكبار من مشايخنا، قال يا ولدي لا تمنع نفسك من خير، أي باب من أبواب الخير لا تمنع نفسك منه، وهذه تحتاج إلى ضابط، وهو ضابط الموازنة بين المصلحة والمفسدة. فقد يكون ما ذهبنا له مفسدة إما علينا أو على أو في ظاهره خير، في ظاهره خير لكن يكون في غاية عاقبته في مفسدة، وجه إفساد إما قتل إما خيانة إما غدر. فلا حكيم إلا ذو تجربة كما جاء، لا حكيم إلا ذو تجربة، صاحب تجربة من التجارب. فإن كان مؤمن مأمون يريد خيرا وحقا وفضلا أهلا وسهلا، وإن لم يكن فينضبط. ولذلك مثلا من الأحداث بعض الفضلاء من الدعاة ذهبوا إلى بعض البلدان وأصيبوا بأذى، أليس هذا بصحيح؟ نعم. في المواقع المعاصر الآن، نعم. هل كل البلدان لا يذهب إليها لأنها ونترك الدعوة إلى الله؟ لا، لكن البلد المظنة الأذى يمتنع طالب العلم أن يذهب إليها إلا بطريقة رسمية، طريقة نظامية، معه حراسة رسمية حتى يؤدي ما تيسر له في تبليغ دين الله. البلد التي فيها الخير مشهور والأمر يعني منتشر والأمر متيسر ينطلق على بركة الله. هذه من الفوائد. أيضا من الفوائد يا كرام، وهي حقيقة أنا أسميها معجزة، معجزة أو إعجاز تربوي، وهو ما كان من الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، خبيب لما وضع الطفل في حضنه وأجلسه وفي يده الموسي، الموس بيده، يعني بمعنى أني الآن قادر أني أساومهم، الآن محمد بعيد عني، أنا أنجو بنفسي، خلص نفسي الآن وبعدين يحلها حلال، لن أقتل الولد بس أهدده، يعني يأخذ الولد أهدده بالموس ويخرج خارج مكة كلها، صحيح، إن أتيته قتلته ويخرج وأتركه لكم في المكان الفلاني، المكان الفلاني يهددهم وينقذ نفسه، يستطيع يفعل ذلك. لكن الأدب النبوي لم يعلم هذه المساومة الرخيصة، الله، ولم يعلم بل قد يقول أخذوا معي المدينة وأرسله لكم، يستطيع، نعم يستطيع بكل يسر وبساطة، خاصة وأنه رضي الله عنه وأرضاه يعني أتي به أسير وبيع واشتري، يعني ضاعف الاضطهاد، غدر به، ضاعف الاضطهاد عليه، غدر وخيانة، وقتل أصحابه كلهم بين يديه 9، وبقي يعني انتهى الأمر، فيهددهم ويخرج ولا يقتل الصبي ويعيد لهم مع أي راكب، لكن مع ذلك يخرج الإعجاز التربوي وأثر النبوة في خبيب رضي الله عنه وارضاه لما قال يعني لعلك خفتي خذي، قالت ما رأينا أكرم منه أسير، أكرم أسير يعني جاد بنفسه. وهم يقول الأول يقول الجود بالمال إن ظن البخيل به، والجود بالمال أقصى غاية الجود، وهذا لا والله يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. هؤلاء مدرسة وطلاب مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة، طولت أنا واجد، لكن الفائدة الأخيرة لعلي يعني أشير إليها، أن الأسير من حقه أن إذا أسر أن يطيع من أسره، ومن حقه لو قاومهم فقتل فقد أذن له شرعا في ذلك، فهو بخيار إما أن يستجيب كما استجاب خبيب رضي الله عنه وارضاه، وإما أن يقاوم كما قاوم صاحبه فيقتل، فله ذلك، وهذا مشروع له. من الوقفات التي يعني تشدني في هذا المقام مسألة الكرامات، خاصة وأنه في هذا الزمان الناس فيها بين طرفين ووسط، فمن الناس من يغلو في مسألة الكرامات غلوا ويجعل حياته قائمة على مسألة الكرامات، ومسألة يعني كل شيء عنده كرامة 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 كرامة، فلان صاحب، بل إنه ينتظر الكرامات، بل إن من الناس من بالغ في الكرامات أن الله جل وعلا قد يكون فعلا قد أكرمه ببعض الأمور فلم يشكر الله عليها حتى ترك العبادة وترك شيء وقال أنا صاحب كرامة، اغتر، نعم، وهذا كغلاة الصوفية وغيرهم. ومن الناس من أنكر الكرامات إنكارا يعني نهائيا ولم يؤمن بها، ولا وهذا أيضا قد جفى
والكرامات في مذهب أهل السنة والجماعة كما لا يخفى عليكم يعني أنها ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولكن يفرق بين الكرامة وبين الاستدراج. فإذا رأى الإنسان، إذا رأى المسلم من نفسه أن الله جل وعلا قد أكرمه بكرامة وهو يزداد طاعة لله فهذه كرامة من الله جل وعلا، وإذا رأى العبد أن الله جل وعلا يعطيه النعم ويعطيه من كراماته وهو يزداد معصية لله فليخشى على نفسه أن يكون هذا استدراجا من الله جل وعلا، ونستدرجهم من حيث الله أكبر. إذن فنعم من حيث لا يعلمون. إذن فلينتبه العبد في هذه المسائل. فإذا رأى أن الله جل وعلا يكرمه بكرامة قد تكون خارجة عن العادة، كما أكرم خبيب الآن في مكة لا يوجد عنب ولا يوجد حتى التمر، في روايات حتى التمر لم يكن يوجد في ذلك الوقت، وفي وقت يعني في وقت حر وقيض مكة ويوجد عنب بمائه بجماله بحلاوته أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، هذه خارجة عن المألوف عن العادة. مريم كما ذكر الشيخ أنها الله جل وعلا أكرمها وهي في مكانها في محرابها أن لك هذا، قالت هو من عند الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان الله جل وعلا يكرم العبد بكرامات، أولا فعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى ويزداد طاعة لله. ثانيا يعني يقال من آداب الكرامة ألا تحدث بها، ألا تخبر بها، ولذلك كان لا تتكسب بها، ألا تحدث بها أحدا، فضلا أن تتكسب بها. نعم، يقال تعال هذا الشيخ صاحب كرامة أعطوه قدموه أخروه افعلوا، يلفت الأنظار بها. ثم عائشة رضي الله عنها بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان تاركا عندها شيء من شعير، تقول أخذت منه فما انتهى، كانت تأكل منه وتتصدق منه وتعطي منه فلا ينتهي بركة الله. حتى حدثت به فانقطع الله. فكأنها تربية من الله سبحانه وتعالى أن من أعطي كرامة من الكرامات أن يجعلها بينه وبين الله ويزداد طاعة لله ويجعل هناك ديوان سر بينه وبين الله جل وعلا، أعمال يفعلها بينه وبين الله لا يعلمها أحد. الله يكرمه بأشياء برؤى معينة، بأشياء لا يخبر بها أحد، يجعلها ديوان سر بينه وبين الله، فهذا من آداب الكرامة. فضيلة الشيخ محمد أبو عبد الله، ماذا عن حدث آخر اهتز له النبي صلى الله عليه وسلم في حادثته بئر معونة، وبعض الناس وأكيد هناك من طلاب العلم من يتابعوننا يود أن يعرف بعض الأحكام وبعض ما حدث في هذه القصة وهذه الحادثة. هذه الحادثة عند أهل السير أنها وقعت في نفس الشهر الذي وقعت فيه حادثة بئر معونة، يعني في وكما يقولون ضربتين في الرأس توجع يعني. والثانية كانت أشد إيلاما وهي حادثة بئر معونة، لأنه قد قتل فيها 70 صحابيا رضي الله عنهم غدرا، وكانوا من القراء من قراء الصحابة. قتل 70 كلهم إلا رجل واحد سيأتينا الآن، عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. جاء رجل من غير المسلمين، من كفار، من زعماء الكفار، يقال له أبو عامر ويسمى ملاعب الأسنة، مشهور بهذا الشيء. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني ما أعطى موافقة ولكنه لم يكن عصيا عن الإسلام. فقال يا رسول الله لو بعثت إلى أهل نجد تدعوهم إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم من أهلها، أخشى عليهم من أهل نجد. قال أنا لهم جار، أنا أحميهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اطمأن لهذا الأمر وبعث 70 من القراء، يسمون القراء، كانوا من معظمهم من أهل الصفة، ومر معنا سابقا في حلقات سابقة أهل الصفة. فكان هؤلاء جزء منهم من أهل الصفة وجزء منهم ممن يخدم أهل الصفة، ممن يحتطب كما في البخاري ويبيعون لأهل الصفة، وكانوا جميعا من القراء رضي الله عنهم. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا في الطريق غدرت بهم بعض القبائل التي كان قد أفزعها انتصار هذه الدولة الفتية في بدر، فكانت تتحين فرصة أنها تقضي عليها لأنها تخشى أن الدورة سيصل إليها. فاستصرخت عليهم بعض القبائل من عصية
ورعن وغيرها من القبائل، فأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصم، فقتلوا عن آخرهم رضي الله عنهم، ولم يبقى منهم إلا رجلان، أحدهما ارتث بين القتلى، يعني تظاهر كأنه ميت، حتى انتهت المعركة فتحمل على جراحاته. بقي اثنان كان يرعيان صرح هؤلاء السبعين، أحدهما عمرو بن أمية الضمري، فلما رأوا الطير تحوم، الطير ما تحوم معنات إلا على جيف، فجاءوا لينظروا فإذا أصحابهم قد قتلوا، فقام هؤلاء بأخذ هذين الرجلين، فقتل أحدهما وبقي عمرو بن أمية، وإنما ذكر اسمه لأنه الذي نقل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وحي قد سبقه، فأخذ عمرو بن أمية الضمري ليقتل، فاشتراه رجل من قريش وجز ناصيته، يعني ناصية الشعر، قصها على رقبة كانت على أمه، أمه كان عليها رقبة، من الجاهلية كانوا يعظمون هذا الجانب، فقال هذه كأنه رأى أنه قد أعتق رقبة عن الرقبة التي في أمه. رجع عمرو بن أمية ونقل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوحي قد سبقه أن هؤلاء قد قتلوا، وأنهم قد قالوا اللهم بلغ رسولك عنا، اللهم إنا قد رضينا عنك، يعني عن الله جل وعلا، ورضيت عنا. فلما وصل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وجد أن الوحي قد سبقه. من المشاهد التي حصلت قبل أن نختم، من المشاهد التي حصلت مشهدان. المشهد الأول، الذي كان يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل حرام بن ملحان رضي الله عنه، فلما أعطى الرسالة إلى زعيم القوم كان قد أشار إلى رجل يأتي من الخلف ليقتل رسول محمد اللي هو حرم ملحان، فجاء هذا الرجل من الخلف واسمه جبار كما في الروايات بن سلمى، فطعن حرام من الخلف بالرمح حتى أنفذه من صدره كما في البخاري، فثار الدم. في رواية البخاري قال حرام لما ثار الدم الله أكبر فزت ورب الكعبة، وأخذ من الدم الذي نضح من صدره ومسح به وجهه ومات رضي الله عنه. جاء في رواية عند الطبراني أن هذا القاتل قد أسلم بموت هذا الصحابي، لأن سأل قال لما يقول فزت ورب الكعبة وقد قتل، قالوا لأنه يرى أنه قد دخل الجنة، فاستعظم هذا الأمر فكان سببا في إسلامه، إن صحت هذه في الطبراني ليست في البخاري. في البخاري أيضا أن أحد الصحابة وقد مر ذكره معنا في حادثة الهجرة، مولى أبي بكر عامر بن فهيرة، أنه لما قتل رضي الله عنه يقول أحد الأشخاص ممن أسلم في بعد قال من هذا؟ قالوا هذا عامر بن الطفيل رضي الله عنه، قال والله الطفيل بن فهيرة، عفوا عامر بن فهيرة، والله لقد رفع حتى جعلت أرى أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، لقد رفع حتى جعلت أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، يعني رفع يمكن قرابة متر ونص إلى مترين، وهذه كرامة من الله جل وعلا كما تفضلتم قبل قليل في الكرامة، الكرامة الأمر الخارق الذي يجريه الله جل وعلا على أحد يدي أحد أوليائه، وكانت في الصحابة ليست بالكثرة التي كانت في التابعين كما ذكرها العلم، في التابعين كانت أكثر لأن الإيمان ليس مثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم، فكانت هذه الحادثة المفجعة سببا في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على قتلة هؤلاء، كل ما صلى الصبح رفع يديه يدعو يقنت اللهم عليك بعصية عصة الله ورسوله، اللهم عليك برعن وذكوان، شهرا كاملا يقنت عليهم، وبه استدلها العلم، ولعل هذا يأتي في الفوائد في مشروعية القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة. الله يجزاك خير، الله يعطيك العافية. طيب شيخ أبو عبد العزيز، النازلة والنوازل التي تنزل بالمسلمين، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع النوازل في نقاط لطلاب العلم؟ نزلت نازلة بالمسلمين، فهل هناك منهج لطالب العلم يتعامل معها؟ أول قضية أن ينظر ما ورد فيها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثاني قضية أن يذهب إلى أهل العلم الراسخين فينظر قولهم. ثالث قضية إن استطاع أن يجمع إجماع المعاصرين له في هالمسألة ليستأنس به في اجتهاده في المسألة فحسن. رابع قضية أن يضبط أعصابه ويضبط نفسه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن العاطفة عاصفة كما قيل، إن لم تضبطها وإلا وقعت في أشياء كثيرة، وكان حلقة من الحلقات تكلمنا عن الاستفزاز، والاستفزاز أن يأتيك ضغط عظيم يثيرك حتى تحكم بحكم غير مناسب
لما ضغط عليك به. هذه خطوط عريضة لطالب العلم في النظر في النوازل، في النوازل. لكن أيضا أريد أن أشير إلى قضية لطالب العلم مثل نوازل الفتن التي تنزل بهم، كما نزلت هذه النازلة من أصحاب الكرام رضي الله عنهم ورضاهم، 70 قراء. لست بمعزل مهما كانت استقامتك، مهما كان صلاحك، لست بمعزل من الابتلاء. فإنك ثق، إن لم تبتلى ففتش نفسك وفتش قلبك وانظر إلى هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، الفقراء القراء الذين ربهم في مسجده والذين تربوا في الصفة رضي الله عنهم ورضاهم غالبهم، وذهبوا إلى مقصد شريف وهو تعليم الناس التوحيد وتعليم الناس الإسلام، ومع ذلك يبتلون بمثل هذه الابتلاءات التي يطهرهم الله بها وينزئهم بها وينقيهم بها ويرفعهم بها، حتى رفع بعضهم كرامة من الله له، وهذا أمام الناس في الدنيا فكيف بالآخرة عند الله، والآخر يقول فزت ورب الكعبة، لأنهم يرجون رحمته يرجون فضله. إذن أيها السائر إلى الله، مهما سرت إلى الله وما لم تبتلى ففتش نفسك، هذه قضية. القضية الثانية، أيها السائر إلى الله، إذا ابتليت فاثبت، فإنه قد ابتلي قبلك خير منك أنبياء الله ورسل الله وأحباب الله وأولياء الله وأتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ابتلي العلماء، ابتلي الحكماء، ابتلي الفضلاء، سجنوا وقتلوا وأوذوا وشردوا وطردوا. ولك في محمد صلى الله عليه وسلم عبرة فيما أوذي به وما حصل له من كسر خاطر ونفس بموت هؤلاء 70 ومقتلهم، ثم قبلهم 10، ثم قبلهم قتلى بدر، قتلى أحد، ثم قبلهم قتلى بدر، أصحابه يعزون عليه عليه الصلاة والسلام. ولكن مع ذلك يبقى معنى مهم لمن ابتلي بالفتن، أن يثبت على طاعة الله على مراد الله. طيب الشيخ محمد، الله جل وعلا هو الذي يصطفي الشهداء سبحانه وتقدس، وقال الله جل وعلا يتخذ منكم شهداء. هذا المعنى نحتاجه في هذه الأيام لما نرى من أحداث لإخواننا في الشام، نرى من أحداث لإخواننا دائما نراها وتتكرر لإخواننا في فلسطين. هناك منازل لا يصلها الإنسان بعمله ولكن يصلها بالشهادة. صحيح. في سبيل الله يصلها بالابتلاء. باختصار يعني في دقيقتين بعد إذنك، حدثنا عن فقه الابتلاء. لماذا نبتلى؟ لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة من الابتلاء هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الفتن التمحيص، الابتلاء، والمفتن أو الفاتن أو الفتن التنور الذي به يمحص المعدن الثمين من المعدن الرخيص. الذهب غالي ولا النحاس؟ الذهب، كلاهما أصفر باللون، لكن ما يتميز هذا عن هذا إلا إذا دخل في النار، إذا دخل التنور، إذا دخل درجة الغليان والذوبان، كما درجة الذوبان، ذاب هذا قبل وهذا بعد، عرف هذا أنه هو الذهب وعرف هذا أنه النحاس، هذا أغلى من الغلاء وذاك من عموم المعادن. إذن لن يخرج هذا التصنيف وهذا التقسيم وهذا البيان ورفعة شأن الذهب إلا بالفتن. والمفتن قيل هو المفتن وقيل الفتن وقيل الفاتن، هو التنور. فالابتلاء حتم على العبد، بل هو كالحتم على العبد وكالقضاء والقدر على المؤمن، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليعرف الله جل وعز وليعرف أولياءه قدرهم ومنزلتهم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. هنا إجابة سؤالك، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. تدعي أنك تقوم الليل وتصلي الفرائض وتستقيم على السنة، نختبرك ونبتليك. كيف أنت في صلاة الصبح؟ كيف أنت في خلوتك؟ كيف أنت مع الله؟ كيف أنت في مال تحبه؟ كيف أنت في ولد تحبه؟ إذا أتى محبوبك الدنيوي أمام ما يحبه الله جل وعز وأمام أمره تبارك وتقدس، انظر إلى حالك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله، إذا أردت أن تنظر إلى مقامك عند الله فانظر فيما أقامك الله، فإن أقامك الله في ابتلاء وابتلاك بمعصية ووقعت فيها فمقامك حيث أنت، وإن ابتلاك بفضل فجاهدت نفسك وتركت المعصية وقمت إلى طاعة فانظر حيث أقامك فهذا مكان. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وما عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، بمعنى أن الابتلاء ليس قصدا في غايته،
ولكن الغاية والثمرة. ولذلك بعد ابتلاء المؤمنين في أحد تمايزت الصفوف وظهر صف جديد كما سماه أبو عبد الله الطابور الخامس، سماه الطابور الخامس. المنافقين بدأوا يظهرون، مشرك أصل ونمرة واستمارة كما يقولون، لكن أظهر ظاهر الإسلام كي يحافظ على الدنيا، على مال، على وجاهة، على منصب، على خرز كانت تنظم له لعله أن يكون قائدا أو سائدا أو رائدا. عبد الله بن أبي بن سلول، هذه من الإضاءات في فكرة الفتن والابتلاء. ويمشي الإنسان على الأرض كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، نعم، ليس على ظهره خطيئة. الله أكبر. من عظم ما يبتلى، بل إنه جاء في الأثر، اسمح لي، أن الأجر يصب. قال الله جل عز وبشر الصابرين، قال ابن سعدي رحمة الله عليه بشرهم بالرضا من الله والنصر والتمكين، وفي نهاية الكلام قال وإنما يصب الأجر على الصابر صبا لا يحد ولا يعد ولا يكال ولا يوزن، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وختم بهذه الآية رحمه الله أكبر. بمعنى أنه بعظم صبره على الابتلاء، وترى الابتلاء يا جماعة ليس فقط بما تكره النفوس، الابتلاء أيضا بما تحبه النفوس. الولد تحبه النفس، المال تحبه النفس، الزوجة تحبها النفس، المنصب يحبه النفس، تحبه النفس. إذن قد يبتلى الإنسان بمثل هذا، كما أنه يبتلى أيضا بابتلاءات لا تحبها النفس. ولذلك الصحابة لما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا في المنشط والمكره، بمعنى ما تنشط إليه الأنفس وما تكره الأنفس. تنشط الأنفس للغنائم وللمناصب وللعطاءات وللهبات وتكره القتال بطبيعة كتب عليكم القتال وهو كره لكم. جزاك الله خير. تفضل شيخ. إن أذنتم تفضل شيخ. المسألة الأولى حقة في القنوت، يتحرك كثير من الشباب خاصة لأنهم اللي بطبيعتهم يعني نسأل الله أن يبارك فيهم ويطرح فيهم من الانضباط مثل ما طرح فيه من الغيرة الغيرة هو يتحرك. لما لا يكون هناك قنوت في المساجد إلى آخره؟ هل القنوت مرتبط بالأمر إلى آخره؟ لسنا في هذه المسألة الفقهية، لكن نقول هل الدعاء لإخوان المسلمين في كل مكان من الأرض مرتبط بالقنوت؟ لا. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قنت فترة وتركها، يستطيع الإنسان يقنت في أفضل صلاة نافلة وهي قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، يقنت في سجوده وهو أفضل مكان في الصلاة. نعم، حب ما يكون أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، يقنت في موضع الدعاء من الصلاة بين السجدتين بالتشهد الأخير، بعد مواضع كثيرة جدا في آخر ساعة من الجمعة، في ساعات الضيق أما يجيب المضطر إذا دعاه، ربما تكون أنت أشد معاناة من إنسان أقرب إلى الأقرب أكثر منك علما وعبادة إلى آخره. هذه الجزئية الأولى حتى لا نطيل فيها. الجزئية الثانية، الغدر ليس من شيء من المسلمين. في القصتين اللتين مرت معنا، ماء الرجيع وبئر معونة، كلاهما كان فيه الغدر ظاهرا من هؤلاء المشركين، كلاهما حصلت في نفس الشهر كما ذكرها السير. النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض أصحابه فيما بعد، لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فيما بعد من يقوم مثلا بدعوة أقوام آخرين، لا، أصحابه ليسوا كبش فداء للآخرين. صحيح. من هنا ومن هنا إلى آخره، لا، حافظ عليهم صلى الله عليه وسلم. الغدر أؤكد على أنه ليس من شيء من المسلمين، ولهذا الله جل وعلا ذكر أنه يخادع من يخادع، يستهزئ بمن يستهزئ، لكن لما جاء في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. الله. لكن في الخداع يخادعون الله وخادعهم، الله يستهزئ بهم ولهذا ويمكرون يمكر الله المكر، إلا الخيانة، ولهذا جاء عن أبي بكر يكيدون ويكيد الله إلا الخيانة. نعم، إلا الخيانة، لأنها طبع لؤم والغدر طبع لؤم. الله. أختم بأثر روي عن أبي بكر الصديق في هذا، قال يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. الخيانة والكذب، ولهذا جاء في الحديث حسنه جمع أهل العلم، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. المسلم بطبعه أمين، ما يجي إنسان يقول والله نعمل عند مثلا في دولة أوروبية الآخر عند كفار نأخذ من أموالهم هؤلاء كفار ويقتل المسلمين، يقول لا، ما يجوز لك هذا الشيء، هذه فتوى هوى النفس، سأل أهل العلم، ما يجوز لك مثل الأمر. ولذلك لو أديت ما عندك من أمانة ربما كنت سببا في إسلام. وسمعنا قصص كثيرة جدا. صح. من قائد الحافلة الذي كان يختبر هذا الراكب المسلم يركب معه كل يوم، وأعطاه ذاك اليوم زيادة في المال الذي أعطاه، والمقابل صرف له وعطاه زيادة، وبكرة هذا يرجع ويعطيه يقول له، يعني أشياء يسيرة جدا، وذاك محتاج، لكن قال لا، أنت أعطيتني شيء لا أستحقه، فكان سبب في إسلام هذا، فانظر إلى الأجر العظيم جدا.
فنؤكد على أن المسلم لا يقابل آخرين بالسوء الذي هم يقابلونه به. الإسلام أعظم من أن تشوهه أنت أو الآخر أو الثاني والثالث بمثل تلك البثور القبيحة. جزاك الله خير. أيضا هناك مسائل بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القنوت. من المسائل التي يعني من اللطائف التي ذكرها ابن حجر أنه ذكر مسألة: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا قانتا واقفا مع أن الله جل وعلا أقرب لعبده وهو ساجد؟ يعني لماذا لم يدعو وهو ساجد عليه الصلاة والسلام؟ فذكر رحمه الله قال أنه أراد مشاركة المأمومين له عليه الصلاة والسلام بالتأمين. هذه مسألة. أيضا يوجد بعض الأحاديث التي يعني يستدل بها البعض كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القنوت حتى مات عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر وفي غيرها. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز واللجنة الدائمة وغيرهم ضعفوا هذا الحديث وأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا في هذه الحلقة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إخواني وأخواتي، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول جاء رسولنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين. بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظ نائمين.